السلام عليكم ورحمة الله. واحد السيد خلى لي ميساج، قال لي بلي عنده ان بلو ملي كيدير لي ميغوار، يعني حتى التاكس كيدار لي ميغوار. الوغ حنا غادي نشوفو كيفاش ان هاد المشكل هذا غادي نفكوه، يعني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة غادي ندير لكم اكزامبل باش تفهموا اكثر شنو كنقصد. عندي مثلا هاد البلون هذا، بغيت ندير ليه المغوار ديالو، المعاكس ديالو، سيليكسيوني مغوار مثلا من هاد البوان حتى هاد البوان. هنا كيقولي واش بغيتي تحافظ على الاصل او لا او لا تسبريمي. ملي انا تخليه يعني نو، الا بغيتي تسبريمي كندير وي. دونك غادي ندير في هاد الحالة نو. فوالا، هنا عندي سال دو جو وهنا عندي سال دو سبور. الى جاك المغوار ديالو شنو كيبان لكم هنايا؟ بلي هاد سال دو سبور يعني وقع ليها مغوار، وسال دو جو حتى هي وقع ليها مغوار. الوغ حنا غادي نشوفو كيفاش ان المشكل ما يبقاش، يعني غادي ندير مغوار البلون ولكن التكست يبقى هو هو. فوالا، اول حاجه غادي نجي غادي ندير ميغ تيس ميغ تيس اونتري في ستاندارد ديال الاوتوكاد، يعني عنده ان. هنا كيقول لك اونتري اون نوفيل فالور بور ميغ تيس، يعني بلاصت ان انا غادي ندير زيرو اونتري. دابا عندي يمكن ليا نجي وندير ميغوار بلون سيليكسيوني ميغوار من هاد البوان من هاد البوان نو. فوالا، لاحظتو معايا هنايا سال دو جو سال دو سبور، الميغوار ديالهم هو هذا، يعني دونك بقات سال دو سبور و سال دو جو. دونك لاحظتوا معايا يعني موقعش ليها مغوار. نعاود باش تفهموا اكثر. انتبه هذا ما فيهش المغوار، الا جيت وقطيتو يعني كما كان ستاندارد، يعني غادي نجي مغ تيست بلاص زيرو غادي ندير ان اونتري. غادي سيليكسيوني هاد لوبجي هذا اللي هو البلون، غادي ندير ليه مغوار من هاد البوان من هاد البوان. لاحظتو معايا سال دو جو و سال دو سبور، يعني وقع ليهم ميغوار. دونك كنظن بلي الشرح واضح و لا كوموند حتى هي راه واضحة و سهلة بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عنده اي تساؤل يخليه في كومنتير. ومرحبا والف مرحبا.